مستمعينا الكرام، ان شاء الله نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وصباحكم صحه وسلامه. سعداء جدا نتلاقوا معكم هذا الصباح في حلقه جديده اليوم من برنامجكم الخاص بالتوعيه الصحيه، برنامج صحه وسلامه والموعد الصباحي اللي كيرافقكم من 2 حتى الجمعه من الان والى حدود الساعه 10 صباحا مباشره على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. وهذا الصباح فرحانين وسعداء جدا باش يكون معنا دكتور مصطفى الودغيري، طبيب اختصاصي في الطب الباطني والطب المسنين. هذه مده ما تلاقينا بيه في الاستوديو. صباح الخير دكتور ودغيري. مرحبا استاذ عاطف، اهلا وسهلا بك، سعيد تواجدي معكم، نورتينا هذا الصباح. بارك الله فيك، شكرا. من بعد غياب علينا في الاستوديو كنت تصبر معنا عبر الهاتف، لكن اليوم انت حاضر معنا ودي فرصه طيبه باش نشوفك. وطبعا هذاك التزام من المؤسسه ديالنا ومنك كذلك دكتور ودغيري بطبيعه الحال. لانه كانت اجراءات للانسان والمغاربه كاملين كان خصهم يلتزموا بها، وطبيعه الحال حتى احنا يعني مشينا في هذا الالتزام لانه كل شيء المصلحه ديالنا والمصلحه ديال الناس خوفا عليهم بطبيعه الحال. فشكرا جزيلا لك دكتور ودغيري اولا على الالتزام ديالك وعلى المهنيه ديالك. بارك الله فيك وتبارك الله عليك، لانه رغم المسافه ورغم انه ما كنتيش حضريا لكن دائما في المواعيد تبارك الله، وفي ما تنتصلوا بك تلقوك في المواعيد. شكرا جزيلا لك، وكنتي معنا حتى في الفتره ديال كورونا بالنصائح ديالك يعني بالتساؤلات اللي كنتي كتجاوب على المستمعين الكرام. وانا كنتذكر شحال من مره دكتور ودغيري في ديك الفتره يعني تنتكلموا على المرحله الاولى فاش المغرب يلا خذ القرار ديال الاغلاق، وكان حتى مشكل مثلا في الاستشارات الطبيه الناس تلغات المواعيد ديالهم. فكنت كنرسل لك تحاليل وتساؤلات ديال الناس وكنتي كتجاوب عليها وكتصيفطي بالاجابات باش كنعاود انا نصيفطها للناس اللي كيبعثوا بها. فشكرا جزيلا لك دكتور ودغيري، كنتي واحد من الاطباء اللي انخرطوا، لان هذا تنسميوه انخراط داخل في اطار المواطنه، هذا الانسان المواطن هو اللي تيدير بحال هذه المبادرات. فشكرا لك دكتور ودغيري. اليوم ان شاء الله الموضوع ديالنا معك تسناو بزاف ديال الناس، اليوم غادي نمشيو لمعلومات اخرى ربما سبق وتطرقنا ليه في حلقات هذه مده طويله، لكن اليوم ربما غادي نمشيو لمستوى اخر. وانا وعدت المستمعين اللي كانوا رسائل كثيره كطالبنا باش رجعون برمجوا حلقات خاصه بالغده الدرقيه، فاليوم حنا كنوفيو بالوعد ديالنا من الناحيه العضويه اليوم، وغتكون حلقه شامله، ومن بعد ان شاء الله غتكون فيها تفاصيل اخرى في حلقات اخرى مع الدكتور مصطفى الودغيري. غادي يكون الموضوع ديالنا على الغده الدرقيه اليوم من الناحيه العضويه، وان شاء الله غادي نتكلموا عليها كذلك من الناحيه ديال التغذيه رفقه الاستاذ محمد احليمي، وهكذا باش نحاولوا انه الموضوع يكون شامل والاسئله ديالكم كامله نجاوبوا عليها. فالتواصل معكم اوفيائنا الكرام والتساؤلات ديالكم الخاصه بالموضوع ممكن أنكم طرحوها عبر الأرقام الهاتفية اللي هي 05-22-46-52-51 أو 52، أو 05-22-88-00-60-61 أو 62. أول حاجة اللي سمحتي دكتور ودغيري نرجعو ونذكر المستمعين الكرام بالغدة الدرقية كعضو، أول حاجة فين كتواجد وشحال الحجم ديالها وشنو الوظيفة ديالها؟ نعم استاذ عفاف، شكرا على اختيارك هذا الموضوع، لان فعلا موضوع مهم جدا، سبقنا تكلمنا عليه عده مرات، ولكن دائما يعني كاين التفاصيل، المواضيع اللي دائما كتبقى انيه دائما ممكن تكلم عليها الناس كيتسالوا. نعم. لان في التحاليل كنلاحظوا خلل على مستوى الغده الدرقيه. أيه. وبعض الحالات الشخص ما كيحس حتى بشي علامات. عدد ديال الاشخاص شخصنا لهم مشاكل على مستوى الغده الدرقيه، هو جا على مشكل اخر، ربما جا على مشكل ديال العياء او جا على مشكل ديال فقر الدم او شي مشاكل بسيطه. وفي البحث ديالنا لقينا كاين خلل ديال الغده الدرقيه، اما كاين افراط او كاين قصور على مستوى الغده الدرقيه. فالغده الدرقيه هي واحد العضو حيوي كيتواجد في المنطقه السفلى من العنق على شكل فراشه. في جوج ديال الجهات، الجهه اليمنى والجهه اليسرى، وكاين واحد يعني المكان اللي هو كيبقى في الوسط ديالها، يعني في شكل فراشه تماما، كيربط بهم ليزم تماما. كيربط بهم بجوج، وهذا العضو هذا وباش يعني نوضحوا اكثر دكتور ودغيري نرجعوا نذكروا بها، هي كاينه بالضبط في المكان اللي كتعملوا فيه نتوما البابيون. تماما هذا هو المكان ديال الغده الدرقيه. تماما. نعم. بالضبط بلاصه البابيون، وشكلها شكل الفراشه تماما بحال اللي كنشوفوا الفراشه. الوزن ديالها ما كيفوتش 25 غرام بالنسبه للوزن، يعني الوزن اللي هو بسيط جدا، ولكن الوظائف ديالها هي عضو حيوي، يعني الشخص ما يقدرش يعيش بلا غده درقيه، بلا تواجد الهرمونات اللي كتنتجهم الغده الدرقيه. هذه الغده الدرقيه كتنتج واحد لي زورمون اللي معروفين بالتي 4 وبالتي 3. تي 4 هي اللي كتنتجها الغده الدرقيه، وكيتم تحويلها للتي 3 على طريق الكبد، لان حتى الكبد كيدخل مجموعه ديال الامور في الهرمونات كذلك، فكتولي عندنا التي 4 وكتولي التي 3. غير هو اللي مهم جدا، وللناس اللي كيعرفوا ما كيعرفوش بزاف تي 4 وما كيعرفوش بزاف تي 3، كيعرفوا لا تي اس اش. لا تي اس اش واحد الـ يعني الهرمون اللي كتسمى لا تيريوستيمولين،
هذيك لا تي اس اش هي اللي كتنتجها الغده النخاميه. فهذه المساله الناس شحال كيقول لك انا لا تي اس اش لقيتها طالعه راه عندي ليبر تيرويديه، لا العكس، هذيك لا تي اس اش اللي كتكون طالعه يعني كاين خلل على مستوى الغده الدرقيه، وبالتالي الغده النخاميه كتنتج بشكل كبير لا تي اس اش باش بوغ ستيمولي باش تحفز الغده الدرقيه تنتج لنا لي زهرمون. اذا العكس، ملي كتكون لا تي اس اش مرتفعه يعني راه كاين فشل او قصور الغده الدرقيه، ملي كتكون منخفضه يعني الغده راه كتنتج لي زهرمون بزاف، كتقولها توقف، كتصيفط اشاره للغده كتقول له توقف ما تبقاش تنتج لي الهرمون ديال لا تي اس اش، وبالتالي كنلقاوها منخفضه. هذه التفاصيل مهمه جدا، لان في التحاليل غالبا ملي كنبغيو نشخصوا المشكل ديال الغده الدرقيه ما كنطلبوش كلشي، كنطلبوا في الغالب ديك الهرمون اللي كتسمى لا تي اس اش، لا تيريوستيمول لو تيرم ميديكال ديالها، واللي من خلالها كنعرفوا واش الغده كاين في حاله افراط او حاله قصور، وبالتالي كيتم كندوزوا مراحل اخرى ديال التشخيص باش نعرفوا شنو السبب ديال هذا الخلل على مستوى الغده الدرقيه. اييه نعم، بزاف ديال الناس يعني لما تنقولوا الغده الدرقيه تيجيهم الحجم ديالها صغير. نعم. يعني شحال تقريبا الوزن ديالها؟ تقريبا 25 غرام. 25 غرام. نعم. لكن الوظيفه ديالها اكبر من الحجم ديالها بزاف. تماما. نعم. تماما. شنو تمام. الوظائف اللي كدير الغده الدرقيه في الجسم ديال الانسان في الحاله العاديه؟ هي كتدخل في جميع وظائف جميع الاعضاء. نعم. كتدخل في دقات القلب، كتعطي توازن على مستوى دقات القلب. أيوة. وحنا ملي غنتكلموا على الافراط في انتاج الهرمونات على مستوى الغده الدرقيه غنلقاو بان دقات القلب كترتفع بشكل كبير، ملي كيكون لي زغمون مرتفعين. أيوة. دقات القلب كترتفع. كتدخل كذلك في الحراره ديال الجسم، ملي كتكون منخفضه الانسان كيكون كيحس بالبرد الشديد، ملي كيكون مرتفعه كيحس بداك السخونيه في الذات ديالو، كيحس براسو سخون، فهي كتعطي واحد لا ستابيليتي، واحد التوازن على مستوى حراره الجسم. كذلك كتدخل على مستوى الامعاء، كذلك الامعاء ملي كيكون كتعطي واحد لا ستابيليتي، واحد التوازن كذلك على 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 يعني انشغال او حركه الامعاء. بالتالي ملي كتكون مرتفعه كتكون عندنا الاسهال، وملي كيكون لي زغمون منخفضين كيكون الامساك. كذلك عندها واحد التاثير يعني ممتاز على مستوى الحاله النفسيه ديال 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 الشخص، لان ملي كتكون كتعطينا واحد ملي كتكون الهرمونات مرتفعه فالانسان كيكون يعني كيتقلق بشكل كبير، او كيكون داك ليريتابيتي يعني كيكون على اعصابه. وبالعكس ملي كتكون الهرمونات منخفضين كيكون الانسان بطيء في الحركه، بطيء في الحركه ديالو، ردة الفعل تقدر ما تكونش ردة الفعل، حتى نفسيته كتكون بحال الانسان اللي ما بحال حاله ديال الاكتئاب. نعم. بحال ماشي على كيجي الناس بحال راه ما على بالوش. تمام. فداك هاد لي زغمون كيعطيونا التوازن على الحاله النفسيه ديال الشخص. كذلك على مستوى الحركه، كذلك كتضبط لنا الحركه ديال الشخص، فالانسان اللي كيكون عنده هاد لي زغمون ناقصين كيكون له بطيء في حركته، في مشيته، في جميع الحركات ديالو. وكذلك حتى من ناحيه الذاكره، حنا عدد ديال الاشخاص المسنين اللي كنشوفوهم كيجيو عندنا على مشكل ديال الذاكره، ماشي اي واحد، كنا تكلمنا عده مرات لان بحكم التخصص ديالي فكنقولوا بان ماشي اي واحد كينسى راه عنده مشكل ديال الزهايمر او ديال الخرف، لا، كاين مجموعه مشاكل عضويه. وشرنا عده مرات ان الغده الدرقيه ملي كتكون الهرمون ديالها منخفض وكيكون الحاله ديال القصور على مستوى الغده الدرقيه كيولي كذلك كاين مشكل ديال التركيز او مشكل ديال النسيان. عدد ديال الناس كان فقط خلل على مستوى الغده الدرقيه، ومن تصحح ذاك الخلل ولا رجعت الحاله العاديه وما بقاش المشكل ديال النسيان. اييه، حنا غادي نتواصلوا مع المستمعين الكرام، نفتحوا باب التواصل المستمعين باش طرحوا جميع الاسئله ديالكم اللي عندها علاقه بالغده الدرقيه. رقمنا دائما 0522 46 72 50 51 و 52، او لا 0522 88 00 60 61 او 62. وغادي نمشيو ناخذوا معنا في اول مكالمه عزيز على الخط من مدينه الدار البيضاء. سي عزيز صباح الخير. صباح الخير عزيز. صباح الخير. لا اهلا وسهلا، مرحبا بك معنا. كيف العفاف؟ الحمد لله، مرحبا بك. انا معك عايش، اتصلت بك الاسبوع اللي فات نعطيني لك الحلقه ديال الاستاذ احليمي وكان في الاخر ديالها. اييه مرحبا عزيز. اختي عفاف، بغيت نسولك عفاف، عندي واحد المشكل وربما غنخرج شويه على الموضوع ديال الحلقه اذا كان جات على خاطر. اييه، ولكن شوفي باش نتفقوا عزيز، انا غنسولك وقول لي واش اه ولا لا. نعم. فاش تكلمات معك سعيده قلتي لها راه سؤالك على الغده الدرقيه اه ولا لا؟ انا الغده الدرقيه هي إيه؟ زي الزوجه ديالي عندها مشكل ديال الغده الدرقيه. واخا يلاه. الخطا الا كان على الغده الدرقيه راه ماشي خارج الموضوع. غير بغيت نتفاهم
مرحبا هذه الفرصه بغيت الله يسلمك. مرحبا. بغيت نسول الاستاذ ود غيري. عندي واحد الالم في اسفل الظهر ديالي، جميع التخصصات مشيت لهم، النوغولوج النوغيشيروجي كاملين، وتوح ما عرف المشكل اللي عندي. بغيت نسول الاستاذ ود غيري واش الطبيب الباطني يقدر يفيدني في هذا. واخا هذا الالم اسفل الظهر كيجيك مع الحركه ولا كيجيك واخا انت جالس يعني في ناعس، او كيفيقك بالليل هذا الالم؟ لا ما كيفيقنيش بالليل استاذ ود غيري. نعم. بالعكس بالليل هو اللي كيكون فيا انفو، كنتكى عليه بالليل ما كنبغيناش، ما كيبقاش عندي. الصباح ما كيكونش انفو، كنبدا نتحرك شويه كامل. نعم. داكوغ. واش درتي شي فحوصات يعني براني المغناطيسي؟ درت لي ريم، درت لي راديو، ما حتى ما تبينات. قال الاطباء اللي كنمشي عندهم في الاخر قالوا لك الله اعلم ما عرفناش. نعم. والالم كيبقى في الظهر ما كينزلش يعني الرجلين ديالك؟ كيبقى في البلاصه ديال لي ساكرو الياك بالضبط، في ديك البلاصه ما كيتحركش منها. داك ودرتي لي ريم ديال لي ساكرو الياك فعلا؟ غادي المغناطيسي خاصه بالساكرو الياك. ديال لومبير درتو وبقى ما بين حتى حاجه، درت غير ديال. نعم نعم. درتي شي تحاليل؟ ما كاينش التهاب على مستوى الدم ديالك؟ ما كاينش؟ لا لا ما عنديش. لا ما عنديش. كاع التحاليل كلها مزيانه درتها. نعم سيدي. واخا نجاوبك على السؤال بسرعه لان ماشي ماشي في موضوع ديالنا ولكن معليش نجاوبو. تفضل الدكتور ود غيري. الوغ غير بين قوسين، يعني ربما كنا تكلمنا عده مرات على المشكل ديال الالم على مستوى اسفل الظهر، فهو كيكون فرق بين الالم اللي هو عنده علاقه بالحركه كما بين دولور ميكانيك، وكاين الالم اللي عنده علاقه بالالتهاب او دولور انفلاماتوار. دابا هو لا دولور، باش كنفرقوا بين لا دولور ميكانيك ولا دولور انفلاماتوار، يعني الالم اللي عنده علاقه بالحركه والالم اللي عنده علاقه بالالتهاب. الوقت ديال الالم ملي كيكون الالم كيجي مع الحركه مع المشي، هذا اسباب ديالو كتكون عندها اما مشكل على مستوى الفقرات، او مشكل على مستوى الاعصاب ديال الظهر، او مشكل على مستوى العضلات اللي كتربط في الفقرات او سكون بين لي ميسكل بارافيرتيبرو. ملي كيكون التهاب على مستوى الظهر، هنا كيكون الالم خصوصا كيجي بالليل. الانسان ملي كيفيق في الصباح كيلقى راسو مشكل ما قادرش يتحرك، كيلقى واحد المده باش يقدر يبدا يتمشى، كيفاش لان كيبقى ذاك التشنجات على مستوى العضلات ديالو كيكونوا، حتى على مستوى الالتهاب على مستوى الفقرات. هنا كيبقى الفحص السريري مهم جدا باش نعرفوا شنو واقع بالضبط، واش كاين مشكل على مستوى الاعصاب او فقط على مستوى الفقرات. وكيبقى التشخيص عبر الفحوصات اللي كنديروا، غالبا كنستعملوا براني المغناطيسي ليغام باش نشوفوا واش كاين التهاب او كاين فقط مشكل على مستوى الفقرات. هنا بانه داروا مجموعه ديال التحاليل وما لقاو والو، رغم ان الالم كيجي خصوصا بالنهار، كنصحوا ان يديروا هذاك ليغام اللي خاصه بواحد المنطقه السفلى الظهر كتسمى لي ساكرويديا، كيكونوا التهابات اللي كتكون عندها اشاره كتعلم بان كاين مشكل ديال لا اس بي ا او لا سبونديلارتي تونكيول، يعني كنسميوها حنا تصلب الفقرات او لا اس بي ا، اللي تقدر عند واحد السن وعند الرجل كنلاحظ بشكل كبير، وكتعطي هذا الالم اللي كيبقى محاصر بزاف على مستوى الظهر، وكيقدر يطلع حتى مستوى العنق بعد او على مستوى المفاصل. فالسؤال ديال واش ممكن يشوف الطب الباطني؟ نعم ممكن يشوف الطب الباطني، لان شفت اطباء اخصائيين في ديال جراحه العظام المفاصل، فيشوف اخصائي الطب الباطني اللي غادي تكون عنده واحد النظره شموليه وغادي مجموعه ديال التحاليل باش يتشخص المشكل. اييه. ناخذ معنا هذه المره ناديه من مدينه الدار البيضاء. لاله ناديه صباح الخير. الو صباح الخير مدام. مرحبا بك. عساك ماجي لاباس عليكم؟ الحمد لله ناديه. الو السؤال ديالي، انا عندي خمول في الغده الدرقيه دابا تقريبا من شهر ثلاثه. نعم. لو موا مارس، ومتبعه التريتمون تقريبا كناخذ 75 ملي غرام ديال ليفوتيروكس، وتندير تنعاود التحاليل ديما عندي مزيانه ستابل. نعم. دونك ما عرفتش واش نقسم لا دوز ولا الطبيبه ديما كتقول لي خلي لا دوز هي لا ميم، وتنعاون شويه بالنمط الغذائي اللي تينصحنا به الدكتور الحليمي. نعم. دونك انا ما كانش عندي امساك، حتى فاش عرفت انني عندي الخمول ما كانش عندي افون دوك الاعراض ديال هالامساك، ما كانش عندي الامساك وما عنديش لو بوا زايد. نعم. وديما في هذا السياق كيفاش تشخص المشكل ديال الخمول ديال الغده الدرقيه؟ كيفاش عرفوها؟ نعم الاطباء شنو العلامات اللي بانوا عندك؟ كنحس بالعيا بزاف، يعني ديما لا فاتيك، واحد الوقيته وليت بحال صحتي كلها كترعد، خصنا غير نمشي للناس. نعم. هما الاعراض اللي حسيت بهم، مشيت درت تحاليل لقيتها عندي. اذا كان العلامه عندك هي العياء الشديد. كان عندي العياء الشديد. ما كانش علامات اخرى بحال انخفاض دقه القلب او البروده في ذاتك او؟ لا تحاليل، ما غير العياء بزاف اللي كان فيا صافي. نعم نعم. وديتي التحاليل ناديه ياك؟ درتهم. نعم. ولقيتي شنو التحليل عملتي؟ درت تي اس اش و تي 3 و تي 4. تماما.
نعم واخا ناديه نجاوبوا على السؤال ديالك ان شاء الله. وشكرا لك ناديه تواصلتي معنا من مدينه الدار البيضاء. وربما هذه الحاله ايضا غنتكلموا عليها نعم. بشروط غير نعم. ديال الناس اللي تقدر ما تبانش عندهم اعراض لكن في التحاليل في النتيجه يعني تيبان. غنتكلموا على هذه نعم. الحاله فقط. غادي نتوقفوا مع فاصل اعلاني قصير وراجعين معكم مستمعينا الكرام من خلال برنامجكم صحه وسلامه مباشره على ميد راديو. فاصل وراجعين بقوا معنا. بكل وضوح لقاء فكري حوار ثقافي كم ينجح ويستقر في الاشياء اللي غيكسب. خبراء العالم كلهم قالوا الذكاء والدراسه شنو لقاو؟ لو سيلف كونترول التحكم في النفس. غيجي الاسلام غيجيب لنا ماده فكريه بسيطه جدا انك تطبقها، ولكن هذا السهل هذا راه عنده سر اللي هو العمق. تفكر ومذاكرة للفكر العالمي الإنساني محوره الإنسان الأسرة والمجتمع. شي دريب قصدت كل مقصود الله 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 أنا شنقول أه بزاف ولكن حتى نبغيها بزاف داكشي علاش. الله 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 وأنا تحت رجله يعني كنلبي له كل الطلبات ديالو. أخطأتي أنا عارفة راسي أخطأتي عارفة راسي والله يا بنيتي ما طلعتي للدالية لجنيتي العنب. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كيف العزة وتحت الرجل؟ راكم يالله كتعرفوا الحباب يالله بركتوا في الطبلة كتقولوا بسم الله على واحد القصعة سميتها الزواج. بكل وضوح لقاء من الاثنين إلى الأربعاء من الساعة السادسة إلى الثامنة مساء مع الكاتب والباحث المامون مبارك دريبي. بكل وضوح لقاء فكري حوار ثقافي دراسة وفراسة للأحداث. شنو هو الشيء اللي في رأيكم غادي يجعل ولدنا ولا ولدكم ينجح ويستقر في الأشياء اللي غيكسب؟ خبراء العالم كلهم قالوا الذكاء والدراسة. شنو لقاو؟ لو سيلف كونترول التحكم في النفس. غيجي الإسلام غيجيب لنا مادة فكرية بسيطة جدا انك تطبقها، ولكن هذا السهل هذا راه عنده سر اللي هو العمق. تفكر ومذاكرة للفكر العالمي الإنساني محوره الإنسان الأسرة والمجتمع. شي دريب قصدت كل مقصود الله 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 أنا شنقول أه بزاف ولكن حتى نبغيها بزاف داكشي علاش. الله 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 وأنا حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة بحضور الدكتور مصطفى الودغيري طبيب اختصاصي في الطب الباطني وطب المسنين. والموضوع ديالنا اليوم على خلل الغدة الدرقية. مرحبا باتصالاتكم وبجميع تساؤلاتكم عبر الأرقام الهاتفية 05-22-46-52-51 أو 52 ولا 05-22-88-00-60 ولا 61 ولا 62. غادي ناخذ معنا هذه المرة حنان من مكناس، ولكن قبل كانت المستمعة اللي تواصلت معنا ناديه دكتور مصطفى الودغيري وتكلمات على المشكل ديال الغده الدرقيه اللي عندها، تكلمات ايضا على الكميه ديال الدواء واش غتبقى نفسها ولا كيخصها تغير، وتكلمات على اعراض اللي بانت عندها فقط العياء، يعني مثلا تكلمات الامساك ما كانش، الوزن ما كانش فيه مشكل، لكن في التحاليل بان شنو عندها. نعم هي فعلا استاذ عفاف، يعني شحال ديال الناس كما كيجيو كما قلت في بدايه الحلقه كيجيو على شي مشكل ربما بحال هكا عياء او فقر الدم او كيكون مشكل بسيط جدا، وحنا يعني كنحاولوا في التحاليل ديالنا نحاولوا نبحثوا جميع الاسباب اللي قد تسبب في هذه المشاكل هذه اللي ما كيكونش واحد العمليه واضحه متكامله. وبالتالي كنديروا هذه التحليله غالبا ديال الغده الدرقيه اللي كنلقاوها ملي كيكون شي خلل، اما كنلقاوها في هذه الحاله ديال العياء كتكون مرتفعه، لا تيستاش كتكون مرتفعه، ولي زورمون ديال تي 4 وفي لا تي 3 اللي قلنا كتكونوا منخفضين. واحد اللي عنده مشكل ديال الفشل ديال الغده الدرقيه السؤال ديالها واش هاد الكميه ديال الدواء اللي كتاخذ واش تبقى مستمره عليه ولا تنقص عليه. دابا شنو كنديروا حنا الغده ملي كتكون فاشله؟ كنعوضوا هادو هرمونات كتعوض لنا النقص اللي ديال الهرمون اللي في الذات. يعني بحال اللي داك النقص اللي كيكون كنعطيو واحد الكميه، هما دي زورمون هرمونات هرمون انسنتيتيك اللي تم تصنيعهم باش الذات تستافد منهم. وكنبقاو نراقبوا التحليله ديال لا تي اس اش اللي عندنا اشارات كنعرفوا واش نزيدوا ولا نقصوا من الادويه او من داك الهرمونات على حسب التحليله ديال لا تي اس اش. هي غالبا كتبدا من 0.25 هي يعني لا مارج او داك الحاله العاديه من 0.25 حتى ل 4 تقريبا 4.5، فداك لا مارج عندنا كبيره بزاف. فكنحاولوا داك الهرمونات كناخذوهم كنعطيهم للشخص ياخذهم وكنبقاو نراقبوا لا تي اس اش اللي شفناها بدات كترتفع، يعني داك لي زورمون راه ما كافيش كنطلعوا في الكميه. اللي شفناها العكس تي اس اش ولا كتنقص يعني لي زورمون راه ما كثار وحنا نبداو نقصوا
من الادويه اللي كيستعمل الشخص، ولكن باش نجيو نحبسوا الدواء لا، لان حنا كنقلبوا على ذاك العدد اللي هو العادي ديال التيساش باش يبقى الشخص ياخذ الادويه ديالو بطريقه مستمره. نعم، معنا هاد المره حنان من مكناس. صباح الخير حنان. صباح الخير، كي دايرين؟ الحمد لله، مرحبا بك. الله يبارك فيك، لهلا يخطيك، شكرا على هذا البرنامج، والله الا كتفيدونا بزاف. العفو، مرحبا. الله يبارك فيك، لهلا يخطيك. بغيت نسول عافاك اختي الدكتور. انا عندي الغده النشيطه، وعندي خرجوا لي فيها الولاسس. نعم. عندي الولاسس ما بين 22 ملي، المهم عندي تقريبا لما كيخرج في الراديو تقريبا شي 8 ديال الحبات. نعم. هو الطبيب حاليا دابا نصحني بالجراحه، انا شفت علين جوج ديال الاطباء. نعم. كيقولوا لي الجراحه، وانا الصراحه ما باغاش نفتح. نعم. باغا نصبر معها شي. نعم. شويه. نعم. وكي قلتي الاعراض اللي مأثر عليا بزاف هو النسيان، عرفتي واحد النسيان بطريقه بشعه، كيقولوا كنسى تقريبا كل شيء، وخلص العياء وشويه نتاع الوزن، ماشي بزاف ولكن كاين شي شويه نتاع الوزن. وبالنسبه للتحاليل كيبقاو عندي طالعين هابطين، انا كناخذ الدواء ومهم كيبقاو طالعين هابطين. عندي التحاليل، اخر تحليله دابا عندي فيها 1.89. نعم. تي اس اش. نعم. واخا يعني عندك النتيجه ديال الفحص بالصدى ليكوغرافي شنو قال لك؟ عندي دايره تقريبا شي 3 على مدار يعني من 2019 انا اكتشفتها. نعم. اكتشفتها غير بالصدفه الصراحه من 2019. نعم. واش تقدر تقرا لي الله يخليك يعني ذاك لا كونكلوزيون، ذاك التقرير ديال الفحص بالصدى باش نعرف المرحله؟ صراحه ما نقدرش نقراه. ماشي مشكله، ماشي مشكله. ولكن انا غير القياسات زعما بحال دابا القياسات نقدر نقراهم. نعم نعم. يعني بين 2.2 سنتيم، 2.8 سنتيم، اكبر وحده فيها 4.6 سنتيم. نعم نعم داكور. هذه اللي في الجهه نتاع اليمين، في الجهه اليسار 1.9، 2.3 و 4 سنتيم. ومنين اول مره درتي الفحص ديال لا تي اس اش لقيتيها؟ كيفاش لقيتيها؟ مرتفعه منخفضه؟ لا تي اس اش اللي كنتكلموا عليها. اول تحليله اللي عندي في شهر 7 2019 فيها 0.271. 271 تقريبا. 0.271. نعم. نعم. كتبقى تقريبا عاديه، ما يعني ما منخفضاش، ما بقي ما درتيش المرحله ديال الافراط ديال 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 او النشاط الكثير ديال الغده الترقيه. المهم الا بغيتي نقرا لك التحاليل في 2020 شهر 1 عندي 1.060، في شهر 2 2021 عندي 2.71. نعم. في شهر 5 2021 عندي 1.86، واخر وحده اللي في شهر 11 نهار 13 في شهر 11 فيها 1.89. ممتاز ممتاز. نعم لا واخا نجاوبك ان شاء الله. دابا غير على الفتيح، غير على الفتيح. هما المهم الاطباء بجوج قالوا لي الفتيح، وانا باقا انا كنسمع الدكتور الحليمي تيقول لك صبروا. لا كاين شي امور فعلا نقدروا نصبروا عليها تماما، شي امور اللي خصنا نديروا العمليه. هذاك كيفاش بغيت نستشر الله يعطيك الصحه غير على هذه القياسات ديال هاد الولاسس، واش نقدر نصبر؟ انا ما كيخنقوني، ما مزعجيني، ما حتى شي حاجه. هي كنخاف يزيدوا ياثروا على شي حاجه اخرى. واخا المشكل ديال النسيان حتى هو عندي كبير. كاين كثير. واخا حنان، شكرا لك تواصلتي معنا من مكناس. وهو دائما ربما الاخصائيين اغلبكم الدكتور دغري تيقول لك حتى ازاله الاعضاء اي عضو. نعم. كيف ما كان وكيف ما كان الحجم ديالو تتخليه هو اخر قرار. نعم. ربما حتى كتمشيو للحلول كامله كتجربوها وما تعطيش نتيجه. دابا هي حنان تخوفات من العمليه. نعم. الجراحيه وما بغاتش تزرب، قالت مستعده نبقى نصبر شويه حتى نشوف. نعم. في هذه الحاله شنو كديروا دكتور دغري؟ نعم سلافاف. الوغ هنا باش غادي نتكلموا على المشاكل اللي كتعرض لها الغده الترقيه. فالغده الترقيه اما كتوقع لها مشكل ديال الافراط في انتاج الهرمونات. نعم. اما خلل في انتاج الهرمونات، وحنا نتكلموا حتى على الاسباب من بعد ان شاء الله. أيه. ماشي في الحلقه القادمه. نعم. ان شاء الله نفصلوا فيها، ان شاء الله نفصلوا فيها اكثر. اما كتكون مشكل ديال الانتفاخ ديال الغده الترقيه اللي معروف اسم الكواتر، الناس كيعرفوا اسم الكواتر، يعني كتكون تنتفخ، وذاك الانتفاخ كيكون عام، يعني كل الغده كلها منفوخه. ولا هذيك الغده كتنتفخ شويه وكيكونوا كيتكونوا هاد بحال الشكل ديال دي نودول كيتسمى، او بحال الشكل ديال الاكياس. أيه. كتكون اما وحده اما جوج ام ولا عدد، كتسمى لو كواتر ملتي نودولير. لو كواتر ملتي نودولير، هذوك الاكياس او ذاك لي نودول اللي كيتكونوا، خصنا نعرفوا بان الغده الدرقيه في بعض الحالات اللي هي قليله، ولكن ممكن انه يكون قدر مشكل ديال الورم ديال الكونسير ديال التيرويد. علاش كن لا قدر الله، لان علاش كنقولوا بان الجراحه ملي كيبان لنا علامات
في الفحص بالصدى عندنا دابا واحد لا كلاسيفيكاسيون، واحد النظام كنتبعوه كيعرفوا الاخصائيين بالفحص بالصدى اللي عندهم تجربه كبيره كيعطيونا المرحله اللي وصل لها هذوك التغيرات على مستوى الاكياس. وغير ليكوغرافي غير ليكوغرافي كيعطينا اشارات كيقول لك عندنا تيرات 2 3 4 5 واحد مراحل. حنا داك جوج رقم جوج رقم 3 نقدروا نصبروا كتبقى فقط المراقبه ما كتكونش عمليه جراحيه. ملي كتوصل لربعه وخمسه كاين اشارات احتمال كبير ان هذوك الاكياس او ذاك الكويرات يكون ورم. داك الشيء ملي كيشنطك يقول لها خصنا العمليه باش ما نخليوش ذاك الورم باش. وهذه يعني من الحمد لله ان ملي تكتشف الكونسير ديال لا تيرويد في مرحله مبكره كيمكننا نعالجوه قبل ما ينتشر ونصدقوا في مشاكل اخرى على يعني اللي صعيب العلاج ديالها لانه كيقدر ينتشر في الجسم كامل. لكن يكون في البدايه ديالو كيمكننا يتم استئصال الغده الدرقيه ونقدروا نديروا العلاج بالاشعه او بالعلاج الكيميائي اللي كيقدر يساعدنا او اليود راديو اكتيف. فهذه الاشارات شنو كنديروا ملي كيكون كيبداو يفوت 2 سنتيمتر يعني 20 مليمتر كيمكننا اما نديروا سكون ابي لا سيتوبونكسيون كناخذوا واحد الابره وكنديروها وكنجبدوا ذاك الماء اللي لداخل وكنصيفطوه للمختبر كيقلل لنا على الخلايا الورميه لي سيلول كونسيروز. في بعض الحالات ما كنلقاوش، بعض الحالات كيقدروا يبانوا ذاك الخلايا الورميه وبالتالي كنضطروا نديروا العمليه الجراحيه وكيتم استئصال الغده الدرقيه. في بعض الحالات هذاك الشكل ديال ذاك لي موديول او ذاك الانتفاخ اللي كيعني المسؤول ما كيكون غير مطمئن تماما ما كنديروش ذاك الفحص تماما كندوزوا للعمليه الجراحيه. الوغ شنو كنديرو؟ كنديرو العمليه الجراحيه كناخذ واحد اون بارتي يعني واحد واحد الجزء من الغده الدرقيه. خلال العمليه كيصيفط الطبيب ذاك العينه وكيتم تحليلها كنسمى ليكزامان اكستومبوراني. يعني الطبيب الجراحه خدام والاخصائي في التشريح خدام كيشوف كيقلب ديك الساعه ليكزام اكستومبوراني كيقول لي اما حبس حيد غير النص ولا حيد واحد المكان ولا اللي كان علامات ان كاين الكونسير كيتم استئصال ديال الغده الدرقيه باكملها كامله تماما. فهذه مسائل مهمه جدا لان نشوفوا شي حاجه بسيطه يمكننا نصبروا عليها ولكن اللي كان الشك عندنا في شي حاجه ودابا خدت الاراضي ديال جوج ديال الاطباء وبجوجهم قالوا الجراحه يقول ان الجراحه الخطه ديال الجراحه ما تعطلش لان اللي بقات ذاك الخلايا ربما كانوا في البدايه ديالهم ولا كيكثر غادي نصدقوا مشاكل اخرى يعني اصعب واخطر لان لا قدر الله يقدر يكون شي حاجه غير في البدايه ديالها والعلاج ديال عدد الناس تم تشخيص ديال الكونسير ديال الورم في البدايه ديالو وخداو تريتمون باغ ديود راديو اكتيف غنتكلموا عليه حتى هو وكاين باش كيحيد داك الخلايا تماما وكتبقى يعني كتبقى فقط المتابعه. اييه وحنا مازال ان شاء الله علاش قلنا انه حلقه وحده انا عارفه الغده الدرقيه ما غتكفيناش مجموعه ديال الاعضاء سبحان الله على قد الوظيفه ديالهم على قد حتى العدد الحلقات وربما ما تيكفيوش. نعم فغادي نرجعوا غادي نتكلموا مازال ان شاء الله فاش غنفصلوا في الموضوع في الحلقه المقبله على الناس اللي كيزولوا الغده الدرقيه شنو كيتبدل في الجسم ديالهم. لان ربما هذا سؤال تيطرح تيقول لك انا الغده الدرقيه عندها وظيفه تزولات وتحيدات شنو تيوقع في الجسم ديال الانسان. هادشي ان شاء الله مازال غادي نتكلموا عليه. ناخذ معنا عتيقه هذه المره على الخط من تازه. لاله عتيقه صباح الخير. صباح النور كيديره استاذه عفاف لاباس عليك؟ الحمد لله لاله عتيقه اهلا وسهلا بكم كاملين شكرا على هذا البرنامج. عفوا مرحبا. بغيت نسول استاذه انا هذه من شهر واحد اللي داز العام اللي داز ظهرت عندي الغده الدرقيه الجهه اليمنيه في العنق ديالي وفاش مشيت للطبيب درت لي راديو درت تحاليل درت ليكوغرافي يعني تشخص الغده الدرقيه عندي ما خداماش غير جهه وحده غير في الجهه اليمنيه. جهه ما خداماش اييه اي تشخصات لي الغده الدرقيه ولكن ما خداماش. يعني فاش مشيت هذا ما عطاوني لا دواء لا حتى شي حاجه قالوا لي يعني خصك ديري العمليه تحيديها. بس انا كان عندي ظروف كنرضع البنيته الصغيره وهذا ما قدرتش يعني ندير العمليه مازال لحد الساعه ما درت والو. دابا بغيت نسول الدكتور عندي الحريق في المفاصل كاملين وكيضرني عنقي من اللور بزاف يعني واحد الحريق عندي مجهد ما كنعش به ما عرفتش واش منا المهم انا ما عرفتش وهي دابا الحجم ديالها كان كبير كان بحال المنداريه ودابا الحجم ديالها صغار وفسرت هكا الا شربت الماء كيتكلم وكنحس به كيخنقني. نعم وشنو المشكل اللي كان عندك بالضبط في الغده الدرقيه؟ شنو قال لك الطبيب واش ما بقاتش كتشتغل واش ملتهبه شنو قال لك؟ قال لي ما خداماش قال لي يعني ميته ما خداماش ميته. وعلاش بغاو يحيدوا هي ما بقاتش كتشتغل واش كاين فيها شي ولسيسات ولا بان فيها شي اكياس ولا لا ما بان فيها حتى شي حاجه هي كانت كتكبر هي كانت يعني خرجت في العنق باينه هكا بحال المنظريه كبيره حيت انا العائله ديالي كاملين فيهم الغده الدرقيه. نعم 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 واه
انا فاش خرجت لي كبيره يعني كانت يعني باينه هكا كلشي كيشوفها باينه. نعم. داز واحد شهرين هكا شهرين لقيتها يعني ما بقاتش خارجه ولكن فاش كنحادي هكا العنق ديالي كنلقاها مازال هكا بحال حبه الزيتون يعني كاينه كاينه غير صغارت نقصات الحجم ديالها نقص. نعم لا واخا. عطيني الحريق دابا يعني في الكتاف، عطيني الحريق في عنقي من اللوط وهكا طبعاً دي يدي كلشي كيهضرني وليت كنسى بزاف كنسى انا العمر ديالي 32 سنه. أيه. نعم لا والرضاعه صافي حبستي الرضاعه على العتيقه ولا مازال البنيته مازال كترضع؟ لا حبستها استاذ حبست الرضاعه وكملت. ايه واخ حيت لها ودابا بغيت نستشر معاكم يعني تقولوا لي شنو ندير واش يعني نفتح عليها نحيدها لان راه كضرني في الحلق ديالي يعني بالنسبه للماكله الا شربتي الماء كنحس ب كيتكلم ديك كنسمع ديك الصوت كيتكلم. نعم والالم ديال المفاصل كيجيك في شي وقت معين ولا خصوصا بالليل ولا التهابات في يدك كاملين؟ نعم الالم ديال المفاصل دكتور انا دائما عندي انا لقيت يعني عندي مشكل اخر ديال فيتامين دي ما بغيتش ندخل نعم. امراض اخرى نعم كيضربني الضوء في صبعاني وداك الشيء ولكن زاد ديك الشيء زاد يعني زاد كثر كنت كنستعمل الدواء ديال فيتامين دي وداك الشيء كنتعرض للشمس وهذا نعم ولكن ديك الشيء زاد زاد يعني زاد ديك الحريق دائما عندي الحريق دكتور يعني كنوض بصعوبه كثريش دابا في البرد كنوض بواحد الصعوبه بزاف ما كنقدرش. نعم لا واخا نجاوبوا على سؤالك العتيقه ونتمنوا لك الشفاء ان شاء الله يا رب. شكرا لك تواصلتي معنا من تازة. اذا بالنسبه لهذه الحاله نعم هي الحق من الافضل كون طلعنا على الجزئيات ديال المشاكل الصحيه ديالها لان ما واضحاش لان نعم. قالت بانها كانت انتفخت ربما كان انتفاخ على مستوى الغده الدرقيه وكانوا الطبيب كان قال لها خصها دير العمليه ربما كان ذاك الكواتر كما كنسميهم منفوخ بزاف ربما كان فيه شي اكياس يعني خصنا نشوفوا الفحص في الصدى شنو عطى ودابا كما كتحش بها ربما نقص الحجم يعني هذه الامور هذه ما عرفناش بالضبط شنو وقع هي على حسب الكلام ديالها انها حاليا كاين فشل على مستوى الغده الدرقيه. يقدر يكون الفشل في جهه واحده وجهه خدامه؟ لا الفشل احنا بالتحاليل كنلقاو بان لا تي اس اش مرتفعه هي كتعني بان ما نعرفوش واش هي الغده كامله ما كتبقاش تشتغل ماشي فقط الجهه ماشي جهه واحده ما كتبقاش تشتغل كيقدر كيقدر انه بعض الحالات كيكون عندنا ذاك الغده كتنتفخ وكيكونوا فيها ذاك الكويرات او ذاك الاكياس فنابي لي نودول الفرنسيه وهذوك لي نودول كيكونوا توكسيك. شنو توكسيك؟ يعني كيوليو هما اللي كيوليو يخدموا بزاف كيبداو يطلعوا لنا لي زغمون ديال الغده الدرقيه. يعني الغده كلها مزيانه ولكن ذاك البلاصه اللي فيه المشكل هي اللي كتنتج لنا لي زغمون كتسمى نودول توكسيك يعني كينتج بزاف لي زغمون او الهرمونات ديال التيرويد. فهنا كذلك تكلمت على مشكل ديال الالم على مستوى المفاصل غير باش نفتح واحد القوسين نقص الفيتامين دي ما كيعطيناش الالم على مستوى المفاصل. كنتكلموا على ربما يعطينا مستوى الالم على مستوى العضلات العياء ممكن اما شحال من الناس كيقول لك انا عندي يدي كيوجعوني كتافي كيوجعوني غير الفيتامين دي ناقصه ما نربطش ما كاينش نهائيا ما كاينش فالفيتامين دي الدور ديالها اخر ماشي ما تعطيش هذه المشكله تماما لكن انه عندها ربما التهاب على مستوى المفاصل وكنعرفوا ان الغده الدرقيه ملي كتصاب الغده الدرقيه ملي كتصاب كيكون واحد المشكل ديال الالتهابات على مستوى الغده الدرقيه مرض اوتو ايمون مرض ديال المناعه الذاتيه وغادي نتكلموا عن الفشل ديال الغده الدرقيه كاين واحد المرض كتسمى لا تيرويديت دو هاشيموتو التهاب الغده الدرقيه ناتج على تواجد بعض الاجسام المضاده اللي كتدمر الغده الدرقيه وكتجعل انها ما كتبقاش تشتغل كذلك اللي مهم انه في هذه المشاكل ديال الاجسام المضاده تقدر يكون على مستوى الغده ويقدر يكون كذلك على مستوى المفاصل يعني كنقدروا نلقاو جوج ديال الامراض نقدروا نلقاو مشكل على الغده الدرقيه ونقدروا نلقاو بحال المشكل ديال الذئبه الحمراء او نلقاو مشكل ديال تصلب الجلد او مشكل ديال الجوغرين مثلاً الجوغرين فنقدروا نلقاو جوج او ثلاثه ديال الامراض مجتمعه كلها سببها خلل على مستوى للمناعه الذاتيه لقاو مشكل ديال التيرويد لقاو مشكل ديال المفاصل لقاو مشكل ديال الجلد فهذا من يعني بالخصوصيات ديال الامراض ديال المناعه الذاتيه انك تقدر تلقى مجموعه ديال الاعضاء اللي تقدر تصابوا. اييه نعم ناخذ معنا نعيمه هذه المره من مدينه الدار البيضاء. لاله نعيمه صباح الخير. سلام انت عفاف مرحبا بك لاله نعيمه استاذه حبيبه وعيد ميلاد سعيد. شكرا مرحبا الحمد لله الله يكمل عليكم بخير حبيبه ديالي يا رب امين. انا بنتي عندي ديجا كنت محيده لواحد الكوتي غوش ديال لا تيغويد. اييه عندي واحد لودير محيده شي 16 عام هادي. اها وانا كنت كناخذ خرجي الميدسان خرجي 150 داك لو طون كنت كناخذ 150. نعم شويه عاود حيدوا لي 100 انا جو سي اون باسيونس ديال الدكتور الودغيري كنمشي عنده على لاغتروز. اييه ايوا من بعد الدكتور ديغنييغمون وقع لي واحد المشكل ديال لا فيزيكول قال لك خاصك تفتحي لا فيزيكول. اللي عاود تحيدات
لقيت 001 001 وشحال كتاخذ ديال لي زورم ديال الهرمونات ديال الغده شحال كتستعمل 150 100 شحال كنت كنستعمل ديال لي فوتيغوس كنت كناخذ 100 ملي كنت كنستعمل التحيه داك كناخذ 100 ودابا لا تيصاش لقيتي 0.01 حبسوا لي لوبيراسيون قال لك ما يمكنناش باش ندير لوبيراسيون نعم عطوني 4 سيمين تماما 4 سيمين درت عاوتاني التحليله عاوتاني ما مقداش دابا عاوتاني 2 mois دابا ولكن دابا عندي لي بالبيتاسيون ديال القلب كتجيني و جو سوي دوفني ان بو نيرفوز اي حاجه كنت نرفع عليها تماما تماما واش سي ديو ما عرفتش الدكتور علاش طحتي لها هكا 001 نعم لا واخا نجاوبك الله يكثر خيركم دكتور الله يكثر خيرك دكتور وحيدوا لك الغده الدرقيه كامله ولا حيدوا غير واحد غير الكوتي كوش غير الايسر ومنين عاودوا لك الفحص بالصدر كي دايره الغده الدرقيه باقي فيها شي اكياس باقي فيها شي مشكل لا ما فاتت حاجه دكتور ما فاتت حاجه لا ما فاتت حاجه دكتور داكور لا واخا شكرا لك عفاف شكرا الله يعافيك حبيبه شكرا عفوا لا نعيمه هذا واجب شكرا لك تواصلتي معنا يعني هذا السؤال ديال مدام نعيمه مهم جدا مهم جدا بما بوحدو خصو حلقه لان فعلا دابا هي تحيدوا لها واحد الجزء من الغده الدرقيه وبداو كيعطيوها لي زهرمون لان ربما لقاو ديك الساعه بان الغده بدات كتفشل كيعوضوا هي من المفروض مني كان مساله مهمه نشتيولها ملي كنحيدوا الجزء ما كنحيدوش الغده الدرقيه كامله كنحيدوا فقط الجزء النص ديال الغده الدرقيه غالبا ما كنعطيوش لي زهرمون هذاك الجزء اللي كيبقى هو كيبقى يخدم كيشتغل كياخذ مكان ديال الاخر بحال الكلوه ملي كنحيدوا الكلوه واخا حتى كتشتغل الاخرى كدير الوظيفه ديالها فالغده الدرقيه ملي كنحيدوا واحد النص غالبا ما كنعطيوش لي زهرمون الا اللي درنا التحاليل لقينا بان لا تي اس اش بدات كترتفع يعني واحد الى اونيبو يعني فشل ديال الغده الدرقيه هنا كنعطيو لي زهرمون دابا الاشكال ان ملي كنت كتاخذ هاد 100 ميكروغرام ديال لي زهرمون ديال لا تيرويد لقات بان لا تي اس اش انخفضت شنو لا تي اس اش يعني دابا الحاله ديال لي زهرمون متواجدين بزاف قلنا لا تي اس اش كتنتجها الغده النخاميه بما ان لي زهرمون كثار فلا تي اس اش مابقاتش كتنتجها الغده النخاميه وبالتالي كتنخفض هنا الطبيب شنو دار حبس داك لي زهرمون مابقاش كتاخذ الاشكال اما من بعد شهرين باقي كتحس بنفس الاعراض انه واخا حبس الدواء باقي الي توجور اون هيبر تيرويد باقي مشكل ديال الافراط ديال على مستوى الهرمونات هنا غالبا ان هذيك الجزء المتبقي راه هو اللي ولا كيشتغل وبالتالي خصنا نشوف شنو السبب خصنا نبداو ادويه مضاده للانتاج كتسمى لي زونتي تيرويديان سينتيز ادويه مضاده لانتاج الهرمونات فلان هذو العلامات اللي كتكلم عليهم راه علامات مهمه قالت انها قد القلب مرتفع لي بالبيتاسيون هادو علامات كلها ديال غنتكلموا ان شاء الله الاسبوع المقبل على لي زهرمون اللي كيكونوا مرتفعين فكتحس بدقد القلب مرتفعه كتحس بالتقلقه ليريتابيليتي كتحس ربما انها بدات تضعف حتى الوزن ديالها لان الميتابوليزم ديال البروتيين كيتقيو كيتم الانتاج بزاف كيستهلكوا بزاف فغدا تضعف كتاكل وكتضعف غتكون علامات اخرى كتبين بان الي توجور دائما هي في حالات ديال الافراط انتاج الهرمونات وبالتالي خصنا في هذه الحاله خصنا تاخذ ادويه مضاده للغده الدرقيه باش ما تبقاش عطينا لي زهرمون. اي الا سمحت دكتور ودغيري ربما عن طريق الواتساب لانه كاينه مستمعه اللي هي حنان بوقدير صيفطت لي بالتحاليل ديالها اللي هي خاصه في لكن ممكن تشوف الواتساب نعم. دكتور ودغيري فهي بعثت لي بالنتائج ديال التحليل اللي دارت والسؤال ديالها بخصوص الطبيب قرر انه يوقف ليها الدواء وقالت انه قلب لي غتاخذ فقط غير الفيتامينات دارت المراقبه العام اللي فات الحمد لله كتقول باللي الامور مزيانه الاشكال اللي كاين انها في كل مره كتعصب كتحس بنفس الأعراض اللي كانت كتعاني منهم قبل واللي من خلالهم تشخص أن عندها مشكلة على مستوى الغدة الدرقية بحيث أنه وقت ملي كانت عصبة الأخت عفاف كيضروني الصبع ديال اليدين ديالي كنحس أن العظام ديالي كيفشلو قالت باللي عندها التهاب المفاصل كتعاني منه أو لاغتخوز وبغات تعرف واش كاين علاقة مع الغدة ولا ما كاينش علاقة فهي قالت باللي راه المشكل ربما قالت أن كاين عندها حتى المشكل ديال هاشيموتو يعني المشكل تشخص عندها في العين ديالها وقالت باللي بدات تحس ان العينين ديالها بحال بداو تيخرجوا يعني العينين ديالها ما بقاش الشكل ديالهم كيف الاول واش حتى هادشي عنده علاقه دكتور ودغيري او لا لا خصوصا الالم اللي كتحس به في عين وحده والوزن ديالها ضعاف نقصات في الوزن هنا هاد العلامات ديال ماشي ديال هاشيموتو ديال مريض باسدو غنتكلموا عليها ان شاء الله واخا نفصلوا فيها نفصلوا فيها اكثر يعني الغده الدرقيه كتنتفخ عجيبه هاد الغده الدرقيه كدير اي كنا نصوروا كل شيء لانها كتعطي
داك الشيء مختلف يعني كتعطي بعض المرات داك الشيء متناقض. تماما. يكفي نقول لك ان حتى الهرمونات ملي كتكون متواجده بشكل كبير ديال 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 الغده الدقيقه كتسبب لنا فشاشه العظام. يعني شوف شوف الجزئيات في غادي نوصلوا. عجيب وغريب يعني جميع الاعضاء جميع الكنين تصور كله كتخيب بحال عنده انباغيك ماجيك وكديرها وكتحكم هي في الجسم ديالك. كيقول لك كنحس بالبرد ولا كنحس بالسخونيه هذاك الغده الدقيقه خصنا نشوفوا شنو واقع فيها العياء الضعف زياده كل شيء. شوف 25 غرام شنو كدير في الجسم ديال الانسان. فهذه العلامات اللي تكلمت عليها ان كاين ربما انتفاخ وان عينيها بداو كيخرجوا من المكان ديالهم مثلا ليكزوفتالمي خروج يعني العينين من المكان ديالهم الطبيعي. هذيك هذه علامه ديال المرض بازدو اللي غادي ندخلوا فيه في التفاصيل ونتكلموا على الاسباب حبا خويا ما عندناش الوقت دابا. غير هي بالنسبه ملي كنشوف انا النتائج النتائج ملي كنقرا ليكوغرافي كنلقى بان عندها فعلا انتفاخ وكاين عندها دي نودول هذاك الانتفاخ او ذاك الكويرات اللي كيكونوا في الغده الدرقيه اكياس اللي تكلمنا عليهم اكياس اللي تكلمنا عليهم ويعني وعطاو واحد المرحله الثالثه للتيغاتس 3 تيغاتس 3 جينيرالمون يعني كنحاولوا ما نديروا حتى شي حاجه كتبقى فقط المراقبه لكن هنا كاين شي واحد الاشاره في الاخر قال بانه لو بلو غرو نودول غوش بو فير ديسكوتي اون سيتوبوكسيون فو سون فوليوم امبورتون. قلنا بان في واحد النودول اللي عندها في الغده الحجم ديالو كبير بزاف وبالتالي من الافضل ان نديروا واحد ذاك التحيه اللي تكلمت عليها قبيله ديال ذاك الابره وكناخذوا ذاك السائل اللي متواجد في ذاك الكيس كنبيلا سيتوبونكسيون كناخذوه وكنمشيو نصيفطوا للمختبر ونتقلبوا واش كاين ذاك الخلايا الوراميه او لا. فهنا ملي كيكون الحجم كبير بزاف ديال ذاك النودول وهي فعلا راه دارتو ذاك لا سيتوبونكسيون كتقول لنا واش كاين الخلايا او لك فقط كتبقى فقط المراقبه. لكن ملي كنشوفوا التحاليل ديالها هذيك لا تي اس اش عندها 3.32 وكيف ما قلنا انه لا فالور نورمال او العادي انه بين 0.25 حتى 4.5 فهي عندها 3.32 فهو يعني هذا التيساج الكميه ديالها راه عاديه وبالتالي خاصها تاخذ الدواء بالطريقه اللي كتستعمل ما غنزيدوش ما غاديش نقصوا تيساج عندها عادي ما كاينش مشكل. الفيتامينات في هذه الحاله حيت قالت بلي الطبيب وصف ليها فيتامينات لا ربما ذاك العياء اللي كتشكل غير على العود العياء ماشي الغده الدرقيه لا 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 نهائيا لا تيساج عندها عادي حنا المعيار ديالنا هو لا تيساج واش مرتفعه ولا ناقصه مرتفعه المعدل العادي شحال خصنا نلقاو دكتور الخيري التيساج بين 0.25 حتى 4.5 كاين بعض المختبر كيوصلوا حتى لخمسه يعني ملي كتفوت خمسه هنا كيوليو الحاله ديال الفشل لان الغده ما كتشتغلش الغده النخاميه غادي تعطينا لا تيساج باش كترتفع باش تخدم لنا بحال داك الموتور اللي خصو يخدم كيعطينا البنزين باش يخدم لنا الغده الدرقيه هي لا تيساج. ملي كتكون الغده الدرقيه كتخدم بزاف ما كنبقاش داك الاشاره كتجي من الغده النخاميه بالتالي لا تيساج كتولي كتنزل. هذه مساله مهمه جدا ديما غنبقاو نعاودوها لان شحال الناس كيخلطوا لا تيساج كيجيبوا هي الهرمون ديال الغده الدرقيه لا التيساج هرمون ديال الغده النخاميه هي اللي كتعطي اشارات واش غادي تحفز الغده الدرقيه ولا العكس غتوقفها على العمل اللي كانت كتعمل بشكل كبير. فهي هذه الفيتامينات كتاخذ ربما الحاله النفسيه ديالها عدد ديال الناس كيكون عندهم امراض كيف ما كان المرض ديالو سواء الغده الدرقيه او امراض اخرى مزمنه كتاثر بواحد الشكل سلبي على الحاله النفسيه ديال الشخص وبالتالي كيكونوا اضطرابات نفسيه اما شويه ديال الارق او شويه ديال يعني اضطرابات في النوم او الاعصاب يقدر يتواصل مع الصب تماما بسبب الغده الدرقيه ممكن الغده الدرقيه اي مرض كيف ما كان نوعه سلعفه لان امراض مزمنه هو المرض في حد ذاته كيقلق الانسان كيقلق ادويه ربما تساؤلات ربما كيشوف حالات في الجوار ديالو ربما تجارب اخرى فهي كتنعكس واحد الشيء داكشي الشخص مهم انه دائما ياخذ المعلومه من المصدر يعني من باش يعني من الاخصائي اللي غادي باش ما يبقاش تايه شحال من كيمشي يقلب في وسائل التواصل الاجتماعي او يلقى شي امور اللي ما كاينش عندها نهائيا علاقه بالمرض ديالو يزيد يتعصب اكثر لا دائما يسمع من الطبيب يدير الثقه في ذاك الطبيب اللي كيمشي عنده يتبع معاه باش هو غادي يرشدو ويعطي النصائح المناسبه. نعم لك جزيل الشكر دكتور مصطفى الودغيري طبيب اختصاصي في الطب الباطني وطب المسنين الوقت مر معك بسرعه كبيره لكن احنا مازال ان شاء الله غادي نفصلوا اكثر بالنسبه لخلل الغده الدرقيه غادي نتكلموا على مجموعه ديال الاعراض اللي مازال تيسولوا عليها بزاف ديال الناس فوقاش الوزن كيتزاد في خلل الغده الدرقيه وفوقاش كينقص فوقاش مثلا بحال حنان تكلمت على المساله ديال العينين تيخرجوا على برا ولا الانسان العينين ديالو الشكل ديالهم كيتبدل فوقاش العنق مثلا عن طريق العنق نعرفوا الانسان واش مصاب بالغده الدرقيه او لا لا هادشي كله ان شاء الله غادي نفصلوا فيه اكثر بتفاصيل مدققه الاسبوع المقبل دائما مع الدكتور مصطفى الودغيري باش على قدر الرسائل اللي انا كنتوصل بها كنتمنوا نعطيو الموضوع الحق ديالو ونتمنوا ان شاء الله غادي نبرمجوا حلقات اخرى من الناحيه ديال التغذيه مع الاستاذ محمد احليمي الناحيه العضويه تبارك الله عليه دكتور الودغيري راه شرح مجموعه ديال الامور اليوم في حلقه شامله وكيف ما قلنا التفاصيل ان شاء الله غادي تكون الاسبوع المقبل شكرا لك مره اخرى.
دكتور مصطفى الودغيري، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الوفاء والمتابعه والاهتمام اللي كتسمعونا به في كل حلقه. تواصلنا ما تنساوش كيستمر اما عبر الصفحه الرسميه الميد راديو من خلال فيسبوك، او ممكن تواصلوا معايا شخصيا من خلال انستغرام عفاف ماجد اوفيسيال. بعثوا لي باسئلتكم، بعثوا لي بتحاليل ربما او لا بالنتائج ديال اي فحص اللي نتوما درتوه وبغيتوا تعرفوا ولا بغيتوا تسولوا، بعثوا لي بالاقتراحات ديالكم على شنو المواضيع اللي بغيتونا ان شاء الله نبرمجوها في الحلقات المقبله من خلال برنامج الصحه والسلامه، وحنا دائما راهن اشارتكم. لكم تحيات عفاف ماجد رفقتكم وراء الميكروفون، شكرا لسعيد عقل هذا الصباح رفقتني في الاخراج، والشكر موصول لهشام بوزروان. ان شاء الله الحلقه غتلقاوها بعد لحظات متاحه عبر القناه الرسميه الميد راديو من خلال يوتيوب. وبقيت اوقات طيبه وممتعه قضيوها رفقه برامج الاذاعه القريبه منكم ميد راديو. ننتقل مباشره الى قسم الاخبار رفقه جواد الطاهري. مدينة